السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن الباوربوينت بشكل تفصيلي شوية واستخدامه في التدريس. هو الباوربوينت أكيد برنامج معروف وكلنا تقريبا عارفينه، بس هو فيه حاجات مميزة جدا في استخدامه في التدريس بشكل خاص، تدريس اللغة الإنجليزية أو تدريس بشكل عام. لكن احنا هنتكلم عن امثله كتير جدا تخص تدريس اللغه الانجليزيه، وازاي نعرض ماده علميه في الباوربوينت، وازاي نصمم بعض الحاجات اللي ممكن تفيدنا كتير جدا في تدريس اللغه الانجليزيه، زي مثلا انا ممكن اعمل اكتيفيتيز، اعمل جيمز، حاجات زي كده بالباوربوينت. طيب الباوربوينت بشكل عام كده زي ما احنا شايفين في ادوات موجوده ومعروفه في برامج كتير تانية، بس هنتعرف عليها كده سريعا. وفي حاجات بتميز باوربوينت بشكل خاص، يعني موجودة في باوربوينت بس. فبشكل سريع كده عندي هوم، انسرت، ديزاين، ترانزيشنز، انيميشنز، سلايد شو، ريفيو، فيو. كل الادوات دي يعني بنستخدمها في برامج كتير، لكن الادوات المخصصة او اللي تخص الباوربوينت زي ديزاين، زي ترانزيشنز، زي انيميشنز، سلايد شو، الحاجات دي خاصة بالباوربوينت، لان هو بيتميز بان هو بيعرض مادة علمية عن برامج تانية. طيب احنا هنا هوم، عندنا هوم بتكلم عن الحاجات الاساسية اللي انا بستخدمها في برامج تانية كتير برضو، زي مثلا الخط، زي تنسيق الباراجراف. لو هكتب فقرة معينة هيبقى تنسيق من هنا، هنا تنسيق الخط، اي حاجة تخص الخط من هنا برضو، سواء حجم او لون او برضه تنسيق اشكال، اي حاجة تخص الخط نفسه وتؤمن هنا. وهنا الباراجراف، وهنا لو عايز ان انا ادخل اشكال او حاجات زي كده. دي كده قائمة هوم. وطبعا في هنا ان انا اقدر اعمل نيو سلايد، وفي هنا حاجات خاصة بالكوبي، كات، ان انا حاجات خاصة بال ان انا ادخل حاجة، مثلا انسخ حاجة، ان انا اعمل بيست، كوبي بيست لحاجة معينة. طيب ده كده بالنسبة لقائمة هوم. انسرت عندي فيها ان انا اقدر ادخل اي حاجة جوه الباوربوينت، عايز ادخل اوديو، عايز ادخل فيديوز، عايز ادخل تكست، عايز احط اي حاجة، اي مادة علمية، سواء صورة، سواء اي شيء احطه جوه الباوربوينت، بيبقى من قائمة انسرت. ديزاين، لو عندي حاجة معينة عايز ان انا اعمل لها ديزاين، زي مثلا السلايد نفسها، خاصة بالسلايد بشكل عام، السلايد ديت اللي هو الاطار ده كله بشكل عام كده، انا عايز يبقى السلايد دي لون معين، شكل معين، حجم معين، ببدأ ان انا اعمل من هنا مثلا فورمات، اعمل تشينجز زي ما انا عايز في السلايد نفسها. طيب ترانزيشنز دي خاصة بالتنقل ما بين سلايد وسلايد، يعني مثلا لو عندنا تو سلايدز زي كده، عندي تو سلايدز زي كده مثلا، عايز ان انا اعمل ترانزيشن ليهم، فاقدر ان انا انقل ما بين سلايد سلايد بشكل معين، بشكل حركي معين، زي مثلا اختار حركة من هنا مثلا، فاقدر ان انا لما اجي اتنقل في العرض بتاعي من سلايد لسلايد بيظهر لي بالشكل ده، ان انا مثلا بعرض حاجة كده، تمام، ببدأ ان انا بتنقل ليها بالشكل ده. هو طبعا كده الترانزيشن تقريبا متعملش، فابدا موجود هنا نن، اخلي بالي اكيد ان انا لازم عشان افعل الترانزيشن لازم اضغط عليه واتاكد ان هو فعلا اتفعل، تمام. ممكن كمان اعمل بريفيو من هنا، تمام، وكده اوريدي شغال. ابدا ان انا اعرض، اشوف كده، اجرب اعرض، تمام، اهو زي ما هو شفت كده رفع لي السلايد بشكل معين، تمام، وبتنقل كمان من السلايد للسلايد بشكل تاني. طيب عندي هبان اكتر لو اخترت شكل تاني زي كده مثلا، تمام، زي ما شفنا هو رفع السلايد بشكل مختلف، مثلا عندي اشكال كتير جدا ممكن اختار منها زي كده مثلا، تمام.
فعلى حسب الترانزيشن اللي انا هختاره هيبدأ يشغله لي على السلايد اللي انا محددها. يعني مثلا انا دلوقتي هنا اخترت في اول سلايد خالص ان هو يفتح لي عن طريق الشكل اللي انا مختاره ده. طب تيجي هنا في السلايد دوت، لا الموضوع مختلف، انا مختار ايه شكل تاني. فعلى حسب كل ترانزيشن انا بختاره لسلايد معينة بينقل لي السلايد اللي بعدها بشكل اللي انا محدده من فوق. ده ترانزيشن. الانيميشن هو حاجة خاصة جوه بالحاجات اللي جوه نفسها في السلايد نفسه، يعني ده ملوش علاقة بالشكل الخارجي، ده ليه علاقة بجوه سلايد، الحاجات اللي جوه السلايد. يعني لو عندي مثلا كذا صورة هنا جنب بعض اقدر ان انا احركهم بترتيب معين، اقدر ان انا اشغلهم بترتيب معين، وكل الكلام ده هناخده ان شاء الله بالتفصيل. سلايد شو من هنا انا اقدر اعرض، تمام، عايز اعرض من اول سلايد خالص from the beginning، هنا from current slide. لو انا مثلا عندي كذا سلايد مثلا هنا كده بالشكل ده، تمام، فعايز ان انا مثلا السلايد نمبر 1 موجودة قدامي، او مثلا انا في سلايد نمبر 4 فعايزه يعرض من سلايد نمبر 4 مش من سلايد نمبر 1، فهبدأ ان انا اقول له from current slide من هنا، فهيعرض لي سلايد نمبر 4. يعني مثلا لو حبينا نشوفها بشكل مثلا ان احنا حطينا مثلا حاجة هنا، كده طيب دي سلايد نمبر 4 موجود فيها كلمة hello، فعايزين نعرض من سلايد نمبر 4 مش من سلايد نمبر 1، مش عايزه يعرض من الاول. هو بالتالي لو دوست مثلا عرض من الشاشه اللي تحت ديت او ان انا عرضت هيعرض لي من الاول، لا انا عايزه يعرض لي من الشاشه اللي انا فيها، فبالتالي اختار from current slide فعرض لي اول حاجه hello بدأ العرض بتاعي بيها. طيب عايزه from the beginning او from beginning، so هيعمل لي العرض بتاعي من اول سلايد. ده كده السلايد شو، وطبعا فيها اوبشنز كتير جدا نتكلم برضو فيها ان شاء الله في الحلقات الجايه. طيب ريفيو، ريفيو لو انا عايز اراجع بقى مراجعه معينه، مثلا عايز ان انا اعمل تشيك على السبيلنج اللي انا كاتبه في البرنامج. يعني مثلا انا ممكن اعمل تشيك على السبيلنج، ممكن اعمل مثلا ترانسليت، ممكن استخدم لانجوج مثلا معينه، ممكن ان انا اعمل نيو كومنت لو عايز اعمل كومنت على حاجه معينه. لو حد بعت لي باوربوينت اراجعه، براجعه من خلال السلايد ده، ببدا ان انا ممكن اكتب له كومنتس من خلال الاوبشنز دي. طيب فيو دي الوسيله بقى ان انا بشوف بيها الباوربوينت، او الوسيله اللي انا بستخدم بيها الباوربوينت، الشكل نفسه بتاعه بيبقى عامل ازاي. يعني مثلا انا عايز الباوربوينت بالشكل ده كده نورمال، او ان انا احط، شوف شايفين لو مركزين هنا في السلايدز هتلاقوا شكل السلايدز مختلف، لو انا دوست كده الشكل هيختلف، طيب شكل العرض هنا هيختلف خالص، وهكذا. فبالتالي كل حاجة، كل شكل منهم او كل يعني اوبشن منهم ليه شكل معين. عايز مثلا ريدنج فيو، لو انا عايز افتح كأنه كتاب هقرأه، فبالتالي بيفتح لي السلايدز كأنها كتاب، تمام. وعندي برضو اشكال السلايدز ديت موجودة تحت هنا، ممكن ان انا برضو احدد منها من هنا، تمام. طيب ده كده بشكل عام القوائم كلها بتاعت الباوربوينت بشكل عام كده وسريع، وان شاء الله هنعرف كل قائمة من دول فيها ايه، ونقدر ان احنا كمان نستخدمه، ومش هنحاول بقدر الامكان نخش في تفاصيل زيادة قوي او معلومات زيادة، لا هنحاول باختصار كده نعرف المفيد وازاي نستخدم الكلام ده في التدريس ان شاء الله. كده ان شاء الله يكون الفيديو ده خلص، وياريت تكونوا استفدتوا وعرفتوا ايه هي ادوات او الحاجات الخاصة بالباوربوينت، وايه هو الباوربوينت اصلا، تمام. شكرا جدا، وان شاء الله اشوفكم المرة الجاية بإذن الله. Thank you so much.